جاب اليوم صديقي جاي من العراق وهذا القطار هسه وراح يوصل. طبعا اول مره اله بيوكوهاما، اول مره اله باليابان، خلينا نسوي له قفز مظلي على القطار. راح افاجئه. شوي بلا زحمة، شوي بلا زحمة. السلام عليكم. أول مرة يجي للمناطق الريفية، مو ريفية يعني، شوية شوية وعلى القطار الكدوتي. أنت بكم يوم قمت تحكي ياباني؟ سكوشي؟ والله تعلم. عفو. والله عم يفتهم لها. بما أنه أنت مسافر تقريبا كل العالم، أعطينا رأيك باليابان. أحلى شيء باليابان الأمان. أها. سيفتي. اوكي. تقدر تمشي باي وقت باي مكان. مأمن على كل شيء. حلو. شنو المو زين باليابان؟ ايجار السكن. ايجار السكن. اليابان رخيصة لو غالية؟ اكو شيء رخيص وكو غالي. يعني هي تقريبا عايشين بلندن، اليابان ما راح تختلف عنها. اللانجوج بارير. ما يحكوا انجليزي. إذا أنت رغم أن أنت عندك اللغة الإنجليزية بدأ تواجه صعوبة مو؟ مستحيل يعني تقدر تكون صداقات أو تتعرف. فشون تتمشي أمورك باليابان هسه؟ مطقطق. لا أنت زين، أنت متابع شوية أنيمة ومتابع مسلسلات وأفلام يابانية، فعندك شوية أساسيات. يعني البيسكس. بس لغة مو سهلة. لا، وخصوصا أنت حتى لو تعرف من يحكي وياك واحد تتنرفز وتنسى كل شيء. مو صحيح؟ هسه انا قدامك عايش هنا انا هواي اتشفص. سوغوي. شنو رايك بالاكل الياباني؟ مو سهل تاكل شيء هنا. بالنسبه للعراقيين وللعرب اللي ما متعود على الاكل الياباني راح يواجه صعوبه كلش كبيره. بس انا من زمان احب السوشي. لان يعني زين للدايت وصحي. بس اكلهم ما يلائم العرب. ابد. ايه. اول شيء ما بي ذيك الفليفرز العدل. لا. ما بي هاي الدهون. لا. مو هواية. لا. وعندهم يأكلون السمك إني هواية، السوشي. الساشيمي. الساشيمي إيه. تقدر تختار مثلا شغلات مطبوخة. شون اليوم هذا السمك المقلي اللي كنا. لطيف. هاي أريزايموس. هلا حسنين، هاي الليمونيد اليابانية الأصلية. شون تفتحها تعرف؟ لا. خلينا نختبرك. عافية. شوف الدعبلة الجوة. هاي الجهال ورا ابو هاي يتعركون عليه يفتحوا ياخذوها. والله عافيه. الدعبلة ناخذها ورا ما تخلص. والله تبقى للذكرى. تبقى للذكرى. نلعب طنب بالشارع. هذا مو اشتسم. كم اريجاتو. هذا الميسو سوب. مش طيب. هاي سمك مقلي وميسو سوب وهذا الصوي صوص. هاي الميسو سوب بها سمك صغار. الطرش ما تم طيب. لا. والله ما بي خل. بس ملح ومي. اه. وهذا الفيشن شيبس مال اليابان. الجواز العراقي سهل يدخل باليابان لليابان لو لا؟ الحمد لله انا الله نعم عليه بالجواز البريطاني. فانا ليش سألتك هذا السؤال؟ لان ادري راح يقولوا لي شلون دخل اليابان. فبالجواز السفر البريطاني هو مفتوح للسياحه العراقيين مو مفتوحه؟ هسه فتحت. مفتوحه لليابان اي. بس اكو ميزه سمعت انه كل مثلا السفاره البريطانيه اذا تقدم التقديم الفيز مالتها 100 دولار بس اذا حتى اذا يجيك رفض ياخذون اليابانيين يرجعون لك فلوسك اذا جاك رفض. اه يعني الياباني ما ياخذون فلوس. اه لا الفيز مالتك اذا انقبلت قبلت. اوكي. واكو سؤال دائما يسالوني اقول لك اللي يسافر فيزا السياحه ممكن يلقى عمل؟ لا مستحيل. قانون كل الدول مو؟ حتى بريطانيا. انا جواز بريطاني واجي اليابان. اجي اليابان واروح لامريكا وهذا مستحيل. ما تقدر تشتغل مو؟ ما عندي غير مصرح لي انه. فهاي اهم نقطه انه السائح ما يقدر يشتغل. تصريح العمل. ما يقدر يشتغل. اليابانيين شلون هم ويا الاجانب؟ كلش حبايب. احد تعرض لك بشيء هاي؟ لا بالعكس كلش خلوقين. اكو عنصريه؟ ابدا. شيء حلو. الجو باليابان شلونه؟ جيت شهر الثالث كلش حلو ممتاز.
شوي حاره شوي بارده ما تدري ايه. بالنسبه لواحد عايش بريطانيا ايه هذا هاي نعمه. الطقس اليوم مشمس كلش حلو. احنا المفروض متوعد البارحه بس كان مطر. هو بالنسبه له لا شيء المطر متعود عليه بريطانيا. الجو كلش بريطاني كلش بريطاني مو ايه. فلهذا قلت لك خلينا نلتقي الثلاثاء. اكله الدورايمون المفضله دوراياكي. هذا معبد على قد الحال صغيروني. اخذ مراد اخذ مراد. خلينا نشوف ايش كاتبين على اللوحه هناك. قبل 100 سنه كانوا هو هاي ليش الحلو بها انت راح تشوف شلون كانوا عايشين. يا سنة احكي لي 2271 دنق هاي كناي هاي شركة والله عمي تعرفين انا ما اعرفها. شوف الصوبة متذكرك بالعراق. هذا حلو منين جاي؟ منين جاي كلش حلو كلش غالي. تعرف دولة شنو؟ دولة الأوني ولا الحرس مال اله. تفضل بالانجليزي حتى تقراها. طب تعرف من ندخل لازم نتوضى؟ وعدعتك هاي سي ماسين تعال توضى ما يصير طويل. انا رحت ماكو معبد مال بوذا باندونيسيا وثاني انا رحت له ايه نفس الكونسيبت. تفضل بيوريفيكيشن فاونتن باع منا تفاجئ فيه شاربة هسه انت هذا تدري هذا ما يصير يمشي بدون تكرم حذاء او نعال. تعال هذا شوفك اياه هيانا شفته باساسته ايه شفته بالمعبد حاطينه مسوي من الخوخ نخلي له فواكه. ما ادري بيها هاي الفقر فواكه يخلي لنا او يسوي هاي. انا حتى خاف يجوع ياكل. تعرف هاي شنو؟ عشان فلوس. عافية. حسين هاي لا تضربها هسه اللي راح نتغدى. هاي تشبعك. ورا الغدا ناكلها. قلت لها ضب لفي لها. نروح نتغدى إذا تاكل هاي ما راح تتغدى. الميت هراشي. إذا جوعان كلش كلها. شو قد ناروتو؟ إيه دبل كاميرا. كاميرا شو؟ دبل. سوبر ستار هسه يقول لك هذا موديل هناك. قاعد ياكل هاي الحلويات اليابانية. نسيتها والله. انت داكي مات وقول لنا رايك شنو بيها. حلوه مو مو كلش مو انا دا اتكلم على واحد ما ماكل بقلاوه صار له هواي. فالحلويات اليابانيه بالنسبه لي حلوه مو كلش. بالنسبه لي هاي ما بيها حلا اي شوغر فري بس هاي الشبع شويه ثقيله شويه ثقيله بيها عجين بيها عجين اي دات لي هاي دات لي ياباني بالعافيه. ندز لك على شاي؟ لا ما عندهم شاي عندهم او شاي. نصعد ونشوف والله كريم ما ادري شنو. اول مره اجي هنا هذه. اثنيناتنا مشجعين مال مانشستر يعني اصليين يونايتد اصلي. هاي اعتقد اللي يريدون يضمنون حياه ابديه مع بعض يدخلون من هاي الحلقه ما ادري كم مره بشوف هذول. سبب مكتوب سبعه اي حتى الله يكتب لهم انه ما يتطلقون ولا ينفصلون. فهاي مو للعزابية. تعزابي بعدك. روح وحدك انت وين نفسك. عجبتك التقاليد؟ كلش حلوة. بعسرة عشان عبرنا. وينه؟ حتى احنا عندنا ما نعقد. هاي يكتبون امانيهم ويعلقوها. يعقدوها. ايه شوف هسه كتبت يقول ان شاء الله انت تكون من نصيبي. ايه يكتب ان شاء الله حصل وظيفه زينه. حصل وظيفه ايه تخرج وحصل لا احنا انا اشوف كابلات يجون بلكت يتزوجون. اكو نص هاي مطبوعه طباعه اكو لا يكتبوها. هاي القعده حلوه ويا المي. اي والله هذا هيانه التنين ما شفته. لا والله حلو المنظر. هاي منها حتى حاطي لك ستاند مال سيلفي. كوكودا يعني هنا. يعني هنا. حسنين عجبتها اللقطة حاطين عواميد بالبارك حتى تاخذ سيلفيات.
احنا رحنا البارك البريطاني لقينا حاطين بيها ادوات مال الباربيكيو كلش عجبنا. لا 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 يحسبون حساب. شوفوا هنا يقول لك الكابل اللي يجي حتى ما يزعجون الناس انه ذا تريد تصور بس على المسند مال السيلفي. راح وقت الساموراي عافيه. شلون منظر حلو لهذا يا بطلعت هاي جزيره مملوكه لواحد انجليزي قبل وتوفى 1914 وهسه مملوكه الى مدينه فوجيساوا وهذا المحيط الهادي وهاي الحديقه مال الجزيره. شوف سايب هنا مهما عاشت هنا ما طلع تمر ترى وي اعتقد بها. شوف هذا هذيك انا ناس هاي حتى هاي نخله صح هاي نخله هاي منها يطلع لك جودزيلا عافيه منها جودزيلا ومنها جريندايزر. شوف الصقر ورانا اثنين هيون. جبتك الكراون ليش عندك تاكسيات مال اليابان كلها كراون ترى بس سألوني سؤال ايه هاي قديمة لو 2000 وهسه جديد ايه بس يعني يبقى نفس الشكل نفس الشكل يبقى من نفسي من جوه نفس الشكل بس اكيد مواصفات شوية تختلف. سلام دانك هنا أنا التصوير مالته اكو مقطع ايه راح يصير هجوم على الطلاب. لازم خط واحد هذا يعبر وهذا يجي. شنو عجبك بهاي المدينه اكثر؟ تقليديه تقليديه مو تراديشنال. هذا شو اسمه هذا سويد اسمه بالياباني وكرناي. نوري نوري هذا نوري هذا الخريطة مال اليابان. هسه احنا هنا جنوب يوكوهاما اوساكا هنا قريبة. لا هاي على الخارطة هاي قريبة احتشيات مال سوشي يابا ياباني ما يقول لك بالعافية مثل بالعراق. وبعد جولة في كاماكورا وإينوشيما هسه جبنا حسنين إلى محطة يوكوهاما. يريد يروح يضرب قص. تعال شوفك المنيو. مو مال سوشي وهاي السوالف. خليها. إيه. كباب كاب. أوه والله هذا حلو هذا هيلثي. يلا أنا أخذ هذا. أنت تريد تجرب السوشي؟ لا لا ما. عندهم كواب راب وعندهم ساندويتش هذا البيتا بريد طيبه مو؟ لطيفه طيبه طيبه. وش كباب يسوى هذا؟ هواي ناس عليه قاعد يسوق مخضر. شو سوقت؟ مسواق قاتل الشياطين وون بيس وون بيس. وش كولكشن مسوي لك؟ هاي المل الأقارب والأصدقاء قسم لي وقسم البنت صديقي دراغون بول. يعني إذا أنت معجب به إذا به مو لحد. قاتل الشياطين هذا أبو ناروتو العلوي. هاي المجموعة لك وأنت تحب زورو. ما راح تصفي منهن كلن على حطة تاخذ؟ عيادة مال طبيب تعرف طبيب اسنان شو يسمون طبيب الاسنان؟ دنتستو. ها؟ لا هاي شو سان؟ اذا عندك تعرف واحد طبيب قل له بالياباني يسمون طبيب الاسنان هاي شو سان؟ تقمسوان الكريدت كارد مالته عطب بيشد الرحال راح اشتاق.